لما مأذون القرية توفى فكرت أقدم في المأذونية. عرضت الأمر ده على جوزي، فهو رحب بالفكرة ووافقني ومشي معايا في تقديم الأوراق والمستندات لعند ده كان سنة 2013. أول ما فتحت معايا موضوع الترشح للمأذونية أنا خدت الأمور ببساطة جدا، لأن أنا هي لها دور أساسا معانا في الحياة الاجتماعية هنا. أنا أعرف تماما دور المرأة على مر العصور، وعندي يقين تام بدورها إن هي سادت في السياسة، في العلم، في التاريخ، في الحكمة. التاريخ بيقول كده. أنا لما رحت أقدم أوراقي للمأذونية كان معايا 4 من الرجالة، فساعتها دعيت ربنا إن أنا أفوز. الحمد لله خدتها 3 مراحل. من خلال 3 مراحل، المرحلة الأولى رجع القرار لأن كان هناك خطأ إداري في المحكمة. المرحلة الثانية السيد مساعد وزير العدل ردها للجرعة، وأنا خدتها برضو عن طريق الجرعة. والله أنا أحلامي كمأذونة إن أنا أغير الصورة النمطية اللي موجودة عند الناس. مفيش فرق بين راجل وست في حكاية المأذونية، لأن الاثنين بيقوموا بدور واحد وهو إيه؟ توثيق العقود. بل الست بتكون أقرب للزوجة من الرجل، حيث لو في حالة طلاق بحاول إن أنا أصالح بينها وبين زوجها، أعرف إيه مشاكلها. وبرضو لو إجت فتاة صغيرة أهلها عايزين يجوزوها، برضو أنا أنصحهم وأوعيهم. وغلط زواج القاصرات أقل من 18 سنة.